المؤلف رحمه الله احتمال. اسمع الرحمن. قال الأليف المبدلة من يا في طرف، الأليف المبدلة من يا في طرف، أمر كذا الواقع منه ليا خلف، دون مزيد أو شذوذ ولما تليه الثاني في ملها عديما، وهكذا بدل عين الفعل إن يأو الإلاف التك ماضي خفود، كذاك تالي الياء والفصل طفر بحرف أو معها كجيبها أدر، كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي، كسرا وفصل هكذا فصل يعد، بدلها ما كمن يمله لم يصد، وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو يا وكذا تكفرا، إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرفين أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينفصل أو يسكن إثر كسر كلمة، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر كسر كلمة وعامر، وكف مستعل ورا ينكف بكسرا كغالما لا أجف، ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يجيبه ما ينفصل، وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعماد وتلا، ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا، والفتح قبل كسر إن في طرف أملك للأيسر ملتك فالكلف، كذا الذي تليه الثالث في وقف إذا ما كان غير ألي سمره. أمال الشيء، أمال الشيء حاد به، والإمالة بالاصطلاح يتكلم عن حقيقتها وفائدتها ومحلها وأسبابها وأصحابها وحكمها. حقيقة الإمالة أن تنحو بالفتحة إلى جهة كسرة أو بالألف إلى جهة الياء، وفائدتها تناسب الأصوات، فإذا قلت حاكم حاكم انتقلت من الأعلى إلى الأسفل، فإذا قلت حاكم نزلت نزولا متدرجا. حكمها جائزة، كل ما جاز إمالته جاز فتحه. محلها الأسماء المتمكنة والأفعال، لا تقع في الحروف ولا في الأسماء غير المتمكنة إلا على سبيل الشذوذ. أصحابها أهل نجد، تميم وقيس وأسد، أما الحجاز فيفخمون لا يميلون إلا قليلا. أسبابها لفظية ومعنوية، أسبابها لفظية ومعنوية، اللفظية الكسرة الظاهرة والياء الظاهرة، والمعنوية الإشارة إلى إحداهما، وجملة أسبابها ثمانية. وقوع الألف متأخرة وهي منقلبة عن ياء، وقوع الألف متأخرة وهي تنقلب فتصير ياء، كونها كون الألف عينا عينا لفعل الياء والسيدة للضمير الروح المتحرك يقال فيه فلت، ياء ياء قبل الألف، ياء بعد الألف، كسرة قبل الألف، كسرة بعد الألف، التناسب آخرها التناسب وهو ضعفها. توجد ألف أخرى في اللغة العربية تسمى ألف التفخيم، وهي أن تنحو بالألف إلى الواو، وكتبت في المصحف مراعاة لذلك، كالربا كتبت بالألف، الصلاة كتبت بالألف، الزكاة كتبت بالألف، الحياة كتبت بالألف، كأنه يقولون بهذا الشكل، يقولون الريبو تنحو بالألف إلى الواو، كما أنها تقول كما تقول والضحى نحوت بالألف إلى الياء، تسمى ألف التفخيم، ولعلها موجودة اليوم في اللغة الفارسية عند الفرس، تسمع أصواتهم يتكلمون بها، لعلهم متأثرون في ذلك باللغة العربية. الله بدأ رحمه الله قال الأليف المبدلة من يا في طرف، الأليف المبدلة من يا في طرف، أمد هذا السبب الأول، فتقول سواء كانت في فعل أو في اسم، قال تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمي رمي، وتقول مرمي سواء كانت في اسم أو في فعل، إذا كانت الألف
متأخرة منقلبة عياء تمال عند أهل الإمالة عند أهل الأمن كذا الواقع ومنه إذا خلف كذلك الألف التي تخلفها الياء كألف الحبلى تخلفها الياء في التثنية وإن كانت هي في الأصل ألف زائدة للتأنيث ألف ملها أصلها واو ولكن مر بك أخير مقصول تثن جعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية كذا الذي لي أصله نحو الفتى لأنها تؤول للياء في تركيب آخر فأمالها أصحاب الإمالة يقول مله أنا أقول كذا الواقع دون مزيد بشرط لا تكون يكون القلب انقلابها ياء أي لولة الياء دون زيادة خرج نحو قفا تقول فيه قفي آلة الألف إلى الياء لأن الألف تقلب ياء إذا سبقتها كسرة أو سبقتها ياء تصغير وسوف تأتيك وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير فهي انقلبت إلى الياء آلة الياء بسبب الزيادة أو الشذوذ كقول هذيل إذا أضافوا إلى عصاي يقول هذه عصي وهذا مني في المناء وهذا قفي هذا لا يعتد به لغة شاذة لبعض العرب وكذلك يقول بعض الفزارة أو طي إذا وقفوا على حبلة قالوا حبلي إن هذه طي نسوة تغتر الغضي هذا لا يعتد به شاذ قالوا لماذا قلت الياء الزائدة لا الزيادة لا يعتد بها وأنتم اعتدتم بها في قولكم حبليان انقلبت ألف ياء في الزيادة وقف انقلبت ياء في الزيادة زيادة تصير قلت القفي ما الفرق بينهما قالوا لا هذه الزيادة حقيقية وقعت في وسط الكلمة أما ترك ففي تقدير الانفصال لأنها وقعت بعد تمام الكلمة حبليان الألف جاءت بعد انتهاء الكلمة ففيهم فرق بينهما هذه الزيادة وقعت داخل الكلمة واضح؟ أنا أقول دون مزيدين أو شذوذين ولما تليه التانيث ملها عادمة الذي تليها التانيث كأنه وقع آخرا مثال ذلك فتاة فتقول فتيت الألف وقعت آخرا في التقدير لأن التاء في تقدير الانفصال واضح؟ ولما تليه التانيث ملها عادمة أقرأ وهكذا بدل عين كذلك الألف الواقعة عينا لفعل إذا أسند لضمير رفع المتحرك يقال فيه فلت وذلك ثلاثة أنواع إما أن تكون عينه ياء مفتوحة نحو باع تقول فيه بعت أو ياء مكسورة نحو كال تقول كلت سواء كيل كال لا كيل كال مفتوحة ودليل كذلك هاب ياء مكسورة أصاهيب بدليل يهاب أن المضارع يخالف الماضي في فعل وفي فعل وغال في فعل وفي فعل هو الأصل أو كانت عينا أو كانت عين الفعل واو مكسورة كخاف أصلها خوف وكاد أصلها كيد بدليل يخاف ويكاد كل هذا تقلب فيه تمال فيه الألف لأنها تؤول عند إسنادها لتاء الفاعل فلت خرج ما كانت العين فيه واو مضمومة كطال من الطول يصفى طول تقول فيها طلت وقال عين الفعل واو مفتوحة تقول فيها قلت لا تقول فيها قلت ولكن لا يمال شيء من هذا طبعا. أما الياء عينا لفعل مضموم لم تقع مضموم لم تقع لا تقع في العربية تقع في نحو باعة مفتوحة وفي نحو هاب مكسورة أما ياء عين لفعل مضمومة لا توجد في اللغة العربية أنا أقوله وهكذا بدل عين الفعل إن يقول إلى فلتك ماضي خفوة دين خاف تقول فيها خفت دان يدين تقول فيها دنت من الديانة أصلها طولة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا
باع أصلها، باع تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلت الجن، خاف أصلها خوفا تحركت الياء الواو وانفتح ما قبلها فقلت ألف سورتك من واو أو ياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكين كف على غير اللام وهي لا يكف إلى آخره. على يعلو على يعلو أو يعيل على أو على أيهما أردت يعيل من عال يعيل عال افتقر عال افتقر او كثر عياله كلاهما عال يعيل اذا كانت يعيل تقول فيها عيلت اذا كانت تقول عيلت تقول عيل وهكذا بدل عن الفعل الى فلت كماضي خفض اما الالف الواقع في وسط اسم كناب قالوا لا يتاثر بها وقال بعضهم تماله تقول نيب لان اصل الالف هي بدل قولك انياب ونويب في التصغير كذاك تالي الياء والفصل كذاك تالي الياء كذلك الالف التي جاءت بعد ياء نحو بيان تقول هذا بين بين وسيل والفصل اغتفل بحرف واحد تقول بيان تقول سيال 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 وبيان والفصل اغتفل إذا أفصل بينها بحرف واحد لا شيء في ذلك يسار. ها؟ يسار بارك الله يسار صحيح يسار أو معها أو كان هناك حرفان ولكن أحدهما خفية فكان الفصل بحرف واحد تقول جيبها بشرط أن لا يكون ما قبل الهاء مضموما فينضم لا تمال تقول جيبها بالفتح هكذا قال أو ما أعرف كيف فإن فصل بينهما بأكثر من حرفين لا تؤثر نحو بيننا بيننا أو شويه شويهات شويه شويه تاك شويهات شويه تاك لا يمال نحو كذاك ما يليه بكسر أو يليه لم يذكر رحمه الله تعالى الذي تليه الياء وهو مثله ولم يمثل له سيبه رحمه الله تستطيع أن تقول سايرة تقول سيرة بايع بيع إذن تؤثر الياء متقدمة على الألف ومتأخرة عنه وضح وإن يذكره أنا أقول لك كذلك تاي الياء والفصوغة في الحرف إنه معك جيب كذلك لا يلي كسر كذلك إذا كان بعد الألف كسرة مثل كاتب تقول كاتب وهو كثير العربية جدا أو يلي ثانية كسر أو كان الكسر يؤثر في خمسة أوضاع أن تكون الكسرة بعد الألف نحو كاتب أو أن تكون قبله وهذا في يندرج تحت أربع صور أن تكون الألف منفصلة بحرف واحد نحو كتاب تقول كتاب أو بحرفين أولهما ثانيهما ساكن نحو شملال الناقة القوية شملال تقول شملال أو بحرفين ساكن ومتحرك وأحدهما هاء نحو يريد أن يضربها يريد أن يضربها يضربها فصل بين الكسرة وبين الألف بحرفين متحركين أحدهما هاء أو بثلاث أحرف أولها ساكن وبعده متحركان أحدهما الهاء وهو اللي أشار إلى قوله فدرهمك لمن يمل لمن أربع صور والواحد خمس صور كذلك ما يلي الكسرة أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي السكون كسرا وفصلها كلا فصل يعد درهماك إذا تجاهلت الهاء فتكون درهماك نوير شملال اقرأ وحرف الاستعلاء يكون موقعا أسباب الإمالة ثمانية وموانع الإمالة ثمانية ومانع المانع واحد شرع في الموانع وهي ثمانية حروف الاستعلاء وهي سبعة والراء غير المكسورة هي الثامنة حروف الاستعلاء يجمعها أوائل هذه الكلمات قد صاد ضرار غلام خالي طلحة وليمة ويقول التجويد قد خصبوا
وتستطيع أن تضغط عليه. قد صاد ضرار غلام خالي طرحة وديمة، حرف الاستئلاء يكف سبب الإمالة الظاهر للمقدر، فإن كان مقدرا لا يكفه، سواء كانت ياء مقدرة أو كسرة مقدرة، فإن المانع لا يكفها. أنا أقوله وحرف الاستئلاء يكف، وكذلك الراء وحرف الاستئلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء، وكذا تكف راء إن كان ما يكف بعده متصل، إذا كان الكاف متصلا بعده، مثل باخل وناقم وما 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 صص ماص 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 ونا وناضج، وكذلك هذا عذارك، هذا عذارك لا إمالة، عذارك هي تقدم عليه كسرة لكن كفت الراء، عذارك ورأيت عذارك، الراء غير المكسورة تمنع المانع، تقول رأيت عذارك، كسرة العين لم تؤثر إمالة الألف. أو كان مفصول بحرفين نحو منافق منافق وناشط، أو بحرفين نحو منافيخ مناشيط كذلك. إذن الكاف يكف إذا كان متأخرا مباشرة للألف، أو فصل بينها بحرف واحد أو بحرفين. ونقول في الراء مثاله هذا عاذرك، عاذرك الراء فصلت بالذات، أو بحرفين نحو هذه دنانيرك، دنانيرك كذلك هذا كله يكف. أنا أقول إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذلك إذا قدم، كذلك إذا قدم إذا تقدم حرف الاستعلاء فإنه يكف، نحو قاتل وغانم وطالب وظالم، ما لم ينكسر، فإذا كسر ضعف ولا تمال ولا يكف الإمالة، مثل قتال وطلاب، قتال وطلاب وولام، أو يسكن بعد كسرة مثل إصلاح ومطواع. أنا أقول كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إذا الكسر كلمة طواع عامر. نرجع ونقول حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة يكف سبب الإمالة الظاهر، أما المقدر فلا يكفه، لا يكف نحو نحو خاف خاف وخاف وزاغ، خاف سبب الإمالة كسرة خلفية في الواو ليست ظاهرة، قالوا هذا أقوى، هذا أقوى من السبب الظاهر، لأن السبب الظاهر قائم بغير الألف، السبب الخفي قائم بالألف نفسها، صارت العلة في الألف نفسها هي أقوى من السبب المتقدم والمتأخر. واضح هذا؟ كذلك تقول طاب، تقول طيب، الطاب لم تكف، قالوا طيب، وخيف وزيغ، كذلك في الياء، الياء قال بعضهم لا تكف إلا في الأسماء الأفعال، الإمالة قال الجزولي رحمه الله إمام المغاربة قال تقوى الإمالة في الأفعال ما لا تقوى في الأسماء فلا تكفها. والدليل أن ورشا رحمه الله تعالى يقول وأوصي بها إبراهيم، وأوصي هذا فعل، أوصي يقرأ ورشا رحمه الله تعالى إن قال مكان من قول موسى، فبغي بغي بغي لأنها فعل، قال تقوى في الأسماء، تقوى في الأفعال ما تقوى في الأسماء. وقال بعضهم تكف السبب الظاهر إذا كان كسرة، أما الياء فلا تكفها، يقول هذه أبيارك سميلة، تقول أبييرك، وتقول عريين وصياد وطغيان كله بالإمالة، قال لا تكف إلا الكسرة الظاهرة. قال بعضهم قوله تكف الياء والكسرة غير مسلم، تكف الكسرة الظاهرة فقط. قال بعضهم ويشترط أن تكون في اسم لا في فعل. واضح؟ أنا أقول إن كان ما يكف بعده متصل أو بعد حرف أو بحرف ينفصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إذا الكسر كان مطوع مر، مطوع الذي يطيع الناس مر، أعطيه ميرة وهي الطعام، تقول تعالى ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. واضح؟ قالوا قال بعضهم حرف الاستعلاء
إذا كان متقدما مفصولا لا يكف الإمالة. فتيمية نحو غنائم، غنائم وقبائل، لأن حرف الاستئناف فصل عن الألف بفاصل. قالوا لماذا؟ قالوا يغتفر، يغتفر الفصل في المتأخر ولا يغتفر في المتقدم الفصل، لأن سبب الإمالة المانع إذا كان متأخرا أقوى من المتقدم. لماذا؟ قالوا يصعب التصعد بعد التسفل دون عكسه. إذا قلت غنائم، إذا قلت غنائم منافق، لو أملته قلت منافق أملت ثم جئت إلى القاف كأنك تريد الصعود، القاف صعود، فإذا أملت فالأفضل أنك لا تميل حتى لا تضطر للتصعد بعد التسفل وصعد. أفضل بأكثر غنائم، غنائم الحرف متقدم صعدت ثم نزلت لا شيء منه. أفضل أنا قولي إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرف هنا فالأخرى هذا كاف الكافية واحد، وهي الراء المكسورة تمنع، تمنع حرف الاستلام أن يكف، فنرجع إلى الإمالة. سواء كانت مثال ذلك وإن الآخرة هي دار القرار، راء مفتوحة وقاف مفتوحة وغلبتهما راء مكسورة يريدها ورش. قال وعلى أبصيرهم، قراءة ورش أبصيرهم، الصاد المفتوحة غلبتها الراء المكسورة بعدها فأميلت. وبعضهم لا يعتد بالراء المنفصلة، الراء المتأخرة المنفصلة، فيميل في نحو هذا كافر، يقول كافر الراء تأخرت فصلت بين الألف بفاء، ويفخم في نحو بقادر، بقادر يفخم الراء المكسورة لن تمنع حرف الاستعلاء لأنه فصل بينها وبين الألف بالدالي. وبعضهم لا يعتد بهذا. سمع السيبوي عربا يميلون عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون السحاب سكوبي، جون الرباب سكوبي. يجيء احد يقال ابن قادر، ابو عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر، الراء متاخره مفصوله اثرت الاماله، منعت القاف المفتوحه فاملت الكلمه. واضحه؟ اقراها. ولا تميل لسبب لم يتفصل، والكف قد يجيبه ما يتفصل. السبب المنفصل من كلمة أخرى لا يؤثر. نحو لزيد مال، لزيد مال، لا تقول لزيد ميل فتميل الألف، يعني كسر في كلمة أخرى. ولا تميل نحوي رأيت يدي سابور، الياء ساكنة، لا تميل الألف، تميل الألف بعدها لأن الياء من كلمة أخرى. والكف قد يجيبه ما ينفصل. أما مثل، مثل لمررت بمال ملقا أو بمال قاسم، مررت بمال قاسم، لا تميل الألف في قاسم للكسرة التي في مال. قالوا لماذا؟ أثر المانع منفصلا ولم يؤثر الجالب منفصلا. قالوا الأصل الفتح، والأصل يصار إليه بأدنى سبب. وقد أمال للتناسب، هذا هو السبب الأخير وهو ضعفها الإمالة للتناسب. واستحسن المكود رحمه الله أن تقول، أن تقرأ هذا الشكل، أن تقول وقد أمال للتناسب بلا داع سواه كعميد وتلا. قال اقرأ هذا الشكل كعميد وتلا. قال المال للتناسب نوعاني، إما أن تجاور الألف ألفا قام بها سبب للإمالة كعمادة، عمادة الألف التي بعد الدال ليس فيها داع، ولكن جارت الألف التي بعد الميم التي قبل سبقتها كسرة فأميلت. والثاني أن يكون الألف آخر لفظة جاورت لفظة أخرى قام بها سبب من أسباب الإمالة، وهي قوله تلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، بعضهم قال تليها والنهير إذا جليها واللي أغشى. قال بعضهم هذا هو السبب، وقال بعضهم سبب ذلك أنها جاورت أن الضحى تؤول همزتها، تؤول ألفها إلى الياء، يقول بعض هذا يقول ضحياني
يكرهون أن يقولوا ضحواني استلقاء بين الضمة والواو، فقالوا فيها ضحياني، فآلت أليفها إلى ياء، فصار هناك سبب قائم بها وهو لماذا؟ لأن أليفها آلت إلى ياء. وقد مالت البلاد عن سواك عماد وتقرأ غير المتمكن لا يمال، وذلك الحرف والاسم غير المتمكن، فلا تمال إذا مع وجود الكسرة قبل الألف، ولا تمال قلت إذا قلت إذا كذلك لا تمال إلى، فيها سببان، الكسرة وألفها تؤول الياء تقول إليك، واضح، فيها سببان، وما لك لا تمال، واضح، وكذلك إلا، وقد أمال بعضها، سمع قرأ ورش، قلت مؤني هذا، أني اسم استفهام أو اسم شرط، واضح، وكذلك أمال ورش، متى هذا الوعد، وأمال ورش من الأفعال غير المتصرفة عسى، قال عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أنا أقول ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع من العرب، سمع هذا، غير ها وغير نا، ها ونا تمالان، تقول مررت به واطلعت عليه، ومر بني واطلع عليني، يا سبقتها كسر أو يا، غير ها وغير نا أخرى. والفتحة قبل الكسر هذا النوع الثاني من الإمالة، وهو إمالة الكسرة، الفتحة أن تنحو بها الكسرة فتصير بين قليلا من الكسرة، ولذلك سببان، إما أن تكون بعدها راء مكسورة، أو أن تكون بعدها وتنيف، بدأ بالأولى قال والفتحة قبل الكسر راء في طلب أمج، سواء كانت الفتحة على حرف السلاء نحو من البقري، أو على غير نحو من الكبري، أو على راء مثل الضرري، قرأ ورش إنها ترمي بشررين شررين، ولم لا تمال الفتحة عندنا في قراءة ورش رحمه الله تعالى بشررين، قالوا حتى لو كانت مفصولة مثل أشرين 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 قصدي، إذا فصل بينها بكسرة لا حرج، مثل أشرين أو بسكون نحن مرت بعمرين تميل فتحة العين، يعني فاصل بينها وضع. قوله في طرف قالوا ليس مسلما، سمع سيبوي عربا يقولون رأيت خبط الرياح أمال الفتحة في الطاء، نعم الراء ليست متأخرة بل متقدمة، قال ليس مسلما هذا، حتى لو كانت الراء متقدمة لا شيء، لا يشترط أن تكون متأخرة كما هي في بشلل والضرر. أنا أقول والفتحة قبل كسر راء في طلب أمريكا إلى إسرائيل من إلى إسرائيل، هذه من نصائح المالك تكفى الكلف، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إسرائيل ما لم يكن منعم. كذلك تمال الفتحة إذا كانت قبلها التنين لبعض العرب، وقل الحاقه ما الحاقه وما أدريك ما الحاقه، وهي لغة لأهل الشام اليوم، مشكلة يقولون مشكلة، هذه لغتهم اليوم، مشكلة سورية هكذا يقولون، وهي لغة إخواننا أهل الشام اليوم، وسبب ذلك أن الهاء تشبه الألف، أين الشبه؟ تشبه في المخرج والخفاء والمعنى، كل من التأنيث والوقوع آخرا والأواخر محل التغيير. قال السيبوي إمالة الفتحة قبل الهاء لغة فاشية في الكوفة والبصرة وما جاورهما، بشرط أن لا يكون آخر الكلمة قبل الهاء، إذا كان ما قبل الهاء ألفا، إن كان ألفا لا تمال نحو الصلاة والزكاة، الزكاة وكذلك الهاء التي المبالغة كعلامة وراوية تمال، وإن كانت ليست تنوية لكنها المبالغة ملحقة بها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.